احنا المنسقين ان احنا نجمع اكبر قدر ممكن من الجماهير المغربيه الموجوده في مصر بعائلاتهم. ان شاء الله المغاربه الموجودين هنا يكونوا موجودين بعائلاتهم. طبعا انت عارف معظم الجاليه المغربيه هنا هي يعني عائلات, يعني في زواج بين مصريين ومغاربه ومغرب والعكس, فهيكون موجود الطرفين في المدرج الخاص بنهضه بركان, وبنامل ان احنا نقدر نجمع اكبر قدر ممكن من الجمهور ان شاء الله. هيكونوا معاهم بالاعلام, اعلام المغرب ان شاء الله, وبتيشيرتات وكل حاجه, وهكون معاهم ادواتهم. وفي كمان معانا واحد من التراس الوداد, هيكون بيقود واحد من قيادات الالتراس بتاع الوداد اسمه حماده, ده هيقود الجماهير في المدرجات ان شاء الله. احنا بنبقى معاهم, احنا وهم جزء واحد, يعني بصفتي مسؤول عن الرابطه بنبقى معاهم يعني. وطبعا الجمهور المغربي رغم ان شجعه التشجيع حماسي, لكن هو في احترام واحترام للطرف الثاني يعني. في كاس افريقيا 2019 بالظبط, في مباريات الوداد والاهلي, وحتى في كاس العالم كنت انا بنظم يعني تجمعات على المقاهي للجاليه المغربيه هنا. والله انا مش شايف فرق كبير, الاثنين حماسيين والاثنين عندهم اغانيهم الخاصه واهزجهم الخاصه, يعني جمهورين معروفين. انا نسيبكم, انا زوجتي مغربيه من 35 سنه, انا يعني ولادي معاهم الجنسيه المغربيه والمصريه, وزوجتي كذلك, انا اعتبر مصري مغربي يعني. طبعا كتير راح المغرب, كتير بزور نسايبي ولفتها, رحت مراكش, رحت اغادير, الرباط, كله يعني, كذا محمديه, هي طبعا نسايبي بالمحمديه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.